اولا في هذا الموضوع دابا بغينا ناخذ واحد الاكزامبل كبير، غادي ناخذ واحد اكزامبل بنادي الاهلي المصري. كون احنا في القاره السمراء عندهم استقرار في المكتب المسير، كنشوفوا الخطيب يعني كما كنقولوا بلغه الكره ولد الدومين، يعني هو اللي غيزيد بالكره المصريه وبنادي الاهلي القدام. هنا يكفي في المغرب عندنا يكفي ترشح تكون عندك شهاده او ما تكونش عندك شهاده، يكونوا عندك صوابق ولا ما يكونش عندك صوابق، هادشي ما كيهمش عندنا هنا في البلاد ديالنا. يكفي يكون عندك واحد الاغلبيه هنايا في المنخرطين وتقدر تفوز بالرئاسه. وفاش كيطرى المشكل عاد باش كنقولوا ناري وكون رجعنا للوقت الوراء، كون درنا كون فعلنا كون، وهادشي كيكون داز عليه الوقت. الا بغيتي البطوله الوطنيه تمشي بشكل كبير ولا بغيتي البطوله الوطنيه تزيد لقدام، خصنا الاكفاء وخصنا ولاد الدومين كما كنقولوا. اللي شنا الخطيب راه احسن 10 داز في التاريخ ديال الكره المصريه راه في الاهلي، خصنا حنا ولاد الدومين اللي دازوا لاعبين قدماء كبار اللي غادي يشغلوا المناصب ديال الرؤساء الفرق. الان كنشوفوا مع كامل الاحترامات ديال الرؤساء اللي كاينين دابا ما كاينش استقرار، كل عام كنشوفوا رئيس جوج تبدل، وهذا الشيء راه كينعكس سلبيا على الفريق. راه في جميع الفرق اللي بدلوا الرؤساء راه احنا كنشوفوا حاليا الانجاز التاريخي اللي قامت به الرجاء ديال الفوز بالبطوله بدون هزيمه. راه كون كان شي فريق في اوروبا ولا كنا نسوقوا الفريق ديالهم بشكل كبير، كره تسوقنا، الكره الوطنيه ديالنا تسوقات، كون عرفوا ليها الناس كيفاش يجيريوها، ولكن حنا ما عرفناش نسوقوها. المشكل دابا ديال التوقيف ديال السي بودريقه في المطار ديال هامبورغ حتى هو غينعكس سلبيا على الفريق. شنا الركائز الفريق الان ما جدوش ليهم كابوزوق، شنا المقدم سينا فريق على السعودي، وهذا الشيء كامل ماشي في مصلحه ديال الكره الوطنيه. المساله ديال الرؤساء الانديه او الناس اللي هما كيترتبطوا بالتسيير في الانديه اللي ولينا كنشوفوا مؤخرا ان مجموعه من سواء الرؤساء الانديه سواء المسيرين ما كيتتابعوا في قضايا معينه، قضايا ديال مختلفه كل واحد والقضايا ديالو، ولكن هادشي ما كيش ربطوه بالرياضه، لان هذه اشكالات شخصيه ديال الناس ما عندوش علاقه بالتسيير الرياضي. كتلقى هاد الناس اللي كيكونوا متابعين تلقاهم عندهم علاقه بما هو شخصي بالاستثمارات ديالهم بالاشياء اللي كتخصهم، وما كتدخلش يعني في النطاق ديال هذاك الفريق. ولكن هادشي ما كيبررش ان الربط ما بين المساله ديال هاد السياسة والرياضة والمصالح تجتمع باش تخدم واحد الفئة معينة. اللي كان نشيروا ليه حنا هو اصلا خصنا تكون عندنا حكامة في التسيير، ويكونوا الناس اللي هما قادرين على التسيير بدون اشكالات او مشاكل، واي شخص كيشوف راسه انه عنده اشكالات كبيرة على المستوى الشخصي وعلى مستوى الاستثمارات ديالو خصو يبعد من 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 الشأن الرياضي، لانه هو في حد ذاته تسلط عليه الاضواء تيولي في محط انتقاد لا من الجمهور لا من مجموعه من المتدخلين اللي في الميدان. هذه هما الاشياء اللي نقدر نقول لك، لان ما نقدرش نقول لك هذا هو ما خصهمش يدخلوا يكونوا في التسيير، لانه من حقه القانون تيعطي لاي واحد يكون منخرط، واحد النهار يقدر يولي رئيس ويولي في المكتب المديري ويقدر يكون مسير في اي فريق في المغرب. لكن كنظن ان هاد الناس اللي كتكون عندهم اشكالات كبيره خصهم يبتعدوا على الرياضه الى حين انهم يكونوا بشكل جيد، وانهم باش ما يخلطوش ما يكونش واحد الخلط ما يكونش واحد التدخل في المصالح، باش تبقى الكره المغربيه تبقى نقيه، تبقى الكره المغربيه عندها واحد القيمه. محتملين كنسمعوا بين فئات اخرى متابعه رئيس كذا ومتابعه ديال الفريق كذا، وهذه كتخلق واحد التشنج على المستوى الرياضي في الكره المغربيه. وكنتمناو ان هاد الاشياء ما تبقاش تكرر، والناس يصلحوا نفوسهم يصلحوا راسهم، مادام انهم كاين مجموعه من الناس على الرغم من المتابعه ديالهم ولكن كيحققوا نتائج، رؤساء ديال الانديه مشات معاهم نتائج. قبل ما يكونوا المنخرطين عاد كانوا المنخرطين تبقى كنظن عندهم شي 20 سنه ولا شي حاجه ديال الوجود، يعني غير القانون ديال المنخرطين يعني كانوا قبل من المنخرطين كانت الجمعه العامه عاديه، الناس كيمثلوا المدينه ديالهم وعنده حق يترأس الفريق ديالو ولا شي حاجه وكيساعد. ملي جا هادشي ديال المنخرط شويه المسائل تقنت، المسائل من المنخرطين، ولكن كتبقى يعني كتبقى الباب مفتوح، ماشي زعما يمكن كيقول بعض المرات هذيك لافيش انتروبروميتريك ولا شي حاجه، ولكن الناس بالطبع ما يعني كيكونوا ديك الساعات ما عندهم والو الصراحه. هي هذه